الآن بدأت مرحلة القرار. القرار لكم مجموعة الإعصار لاختيار المتسابق المغادر لمدة 15 دقيقة. في حال انتهى الوقت ولم يتم الاختيار، ينتقل قرار العبور إلى المجموعة الأعلى رصيد، وهي مجموعة خط النار. طبعا حسبتنا عيال بتكون على النقاط اللي أنتم حطيتوها، بنحسب على الحضور، التفاعل، القضايا اللي سجل زايد واللي سجل فهد واللي سجل سعد واللي سجل كحيلان واللي سجل تهانو. أعلنها، بنحسبها ونعلنها، وبعدها بنعلنها بيننا، بعدها كل واحد منكم يقرر القرار. حلوين؟ قرار ايش؟ كيف؟ يمكن أنا أقل واحد أكون في الحسبة هذه، النقاط اللي أنتم حطيتوها على طول، اللي بعدي على طول، أو كل واحد منكم عادي بيغير قراره ويكتب الاسم للشخص اللي هو بيغادر وبينطق فيه. بالنسبة لي أنا أشوف إنه خلاص، حتى بنحسبها أول شيء عيال وبعدين نشوف. إذا إنه في اثنين متعادلين عادي يكون القرار عندنا، أو عندك أركان يكون قرار، بما إنك محصن. 5 5 5 5 5 5 5 10 11 طيب ان شاء الله الامور زينه. انا مو همي، خليك بجيل الثالث. والله انك في هنا. ها انت كيف جيل الثالث؟ هذه ورقه من عيال فهد. تعال زايد هنا كم؟ 2 ولا 3؟ 3. ستة، 9، 27. والله يا عيال ما توقعنا مره. ها انا الحين بصالح، انا الحين بوهم، انا حاسس في مقلب بيصير كذا. ابو بصالح تدري مقلبنا جاء الخط الاحمر تحت عندنا، اقول لسه باقي بيطلع. اي حتى انا فكرت كذا. طب اقل الثاني. طيب يا صدقوني بدخل بصالح الحين، يقول حنا امزح، هذا مقلب. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حتى الفرق مو بسيط. شفت انتم كيف من الشراء مكان احنا تحت مره. كم كمي الله، والله العلم محتجب. يلا ركان خذ ورقه فاضيه، اكتب الاسماء كلها. خلصت. خلصت. طانت معك كحيلان اقل نقاط. طيب احد يراجعها سريع سريع عيال ويحسبها. لا احد يراجعها سريع سريع عيال ويحسبها. تعال 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 خلها على النقاط. حط الورقه الكبيره وينها؟ هات القلم. سعد تبون نصور تخلص منها التصويت. تبونها نفسها بعدين زايد بعدين كحيلان بعدين انا. روح قم فهد خلي خلص سعد. خلص ايش؟ شو يسوي فهد؟ شو يسوي؟ اسعد شو يسوي الحين؟ بيحسب الحين سعد.
طيب واحد هنا خمسة تمام سبعة ها سبعة سبعة راجعوا وراها زين عيال ها سبعة هنا أربعة خمسة خمسة هنا واحد خمسة هنا خمسة هنا واحد ستة ستة تمام طيب هنا واحد وثلاثة طبعا انت اعلنت كنت اعلنت ها واحد ثلاثة اثنين قلنا كم ستة صح متبقي عشر دقائق لانتهاء مرحلة القرار لاختيار المتسابق المغادر هنا هنا هذه وش ذي الرقم ستة 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 اصل الركان لا برا محصل طيب هنا احسب اسمع حقه ركان ولا لا خلاص ركان برا ثلاثة واثنين وثمانية ثلاثة اثنين ثلاثة ستة ثمانية طيب كحيلان هنا خمسة ستة زايد تسعة تسعة ركان طيب من بقى باقي ورقة هذه باقي هذه بعد تمام ثلاثة ثلاثة ستة تسعة 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 اثنين واحد خمسة كم؟ خمسة طيب هنا أنا باقي هنا هذه حقتك هذه لي بعد هنا ثلاثة ثلاثة تسعة سبعة طيب هنا ثلاثة ثلاثة واثنين كم؟ ستة ثمانية ثمانية ركن لا زائد اثنين ثلاثة اثنين كم؟ سبعة خمسة ستة طيب صل على محمد أعطني إجمالي من كل ورقة أعطني قلم يلا سجل مبدأ زايد احسبها كاملة وعطيها طيب أوكي كم أنا زايد عندك أول شيء تسعة تسعة زائد 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 تسعة هذه 18 18 دقيقة 18 7 7 18 7 25 25 25 وعندك 7 32 تمام يلا اللي بعده هذه زر حلال ترى حركتنا دي غلط المره الجايه طلعنا مباشره هذا غلط ومتعب كحلان كم كحلان طيب ناخذ كحلان عندك هذا لك كحلان صح؟ ليه؟ تمام ستة دقيقة لحظة ما تكتبها ستة وخمسة هذه 11 11 وخمسة 16 16 وخمسة 21 21 اي عطنا ورقتك وينها؟ ورقتي وينها؟ باقي فهد فهد عطنا فهد ورقتي وينها؟ عندنا هنا ستة وعندنا هنا ستة 12 12 باقي 7 دقائق هنا تسعة تسعة 12 تسعة كم؟ 21 21 وعندنا ورقتي وينها ورقتي؟ ما ادري والله خمسة 21 ساعة قلنا خمسة 26 26 ورقتي وينها طيب؟ مو ذي من معك ما اعطيتها ورقتي وينها يا عيال؟ انا بعطيها مدد هذه أربع هذه بس اليمين شوف وراها في ظهرها لا ما هي هذه 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 صح ايه طيب قلنا في هنا 32 من الزايد صح كم فهد قلنا؟ 26 26 انا مسجل 27 حلان حلان كم؟ 21 ساعة 21 21 ساعة باقي ساعة يلا من بقى الحين؟ عشرين عشرين وثمانية ثمانية عشرين حسبتي لها صح ولا لا خلاص انتهينا يا ناصر استريح كلام استريح سعد